وقع المجلس الأولمبي الآسيوي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا على التعديلات الأخيرة المتعلقة باتفاقية المجلس الآسيوي مع الحكومة الإندونيسية لتنظيم دورة الألعاب الآسيوية المقبلة والمقرر انطلاقها صيف العام المقبل في مدينتي جاكرتا وبالمبانغ. وتم التوقيع على التعديلات من قبل رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد الصباح، الذي التقى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو وبحث معه آخر الاستعدادات لاستضافة الدورة المقرر انطلاقها في 18 من شهر آب من العام المقبل، حيث أكد دودو الفهد والوفد المرافق له تسخير كافة الإمكانيات لنجاح الألعاب. وحضر توقيع التعديلات نائب الرئيس الإندونيسي الرئيس التنفيذي لدورة الألعاب الآسيوية يوسف كالا ورئيس اللجنة المنظمة المحلية إريك طاهر. وأكد المدير العام للمجلس الأولمبي الآسيوي حسين مسلم أن هذا الاتفاق يضع الخطوط العريضة لآخر الإجراءات التنظيمية للدورة، والتي أصبح بموجبها البرنامج الآسيوي يضم 40 لعبة بدلا من 34 و462 منافسة بدلا من 430، وما يترتب على ذلك من زيادة في الحصة المتعلقة بالفحص عن المنشطات من 1000 حالة إلى 1600 حالة. وأعلن مسلم عن توقيع المجلس لثلاثة عقود إعلانية مع ثلاث من الشركات الكبرى لرعاية الدورة، وهي شركة تيسو السويسرية وشركة 361 الصينية وشركة سانيوغ لنظم المعلومات الإلكترونية الكورية الجنوبية. وقال مسلم: تقدمنا خطوة كبيرة للأمام مع الإندونيسيين لتكون النسخة المقبلة من أفضل الدورات الآسيوية.
وفي سياق الحديث أيضا عن دورة الألعاب الآسيوية، أترككم مع هذه المشاهد حول استعدادات إندونيسيا لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية صيف العام المقبل في مدينة جاكرتا وبالمبانغ. الألعاب الآسيوية أعزائي المشاهدين باتت أكبر من الألعاب الأولمبية الصيفية من حيث عدد الرياضات وعدد المشاركين فيها. What are we actually made of? Beneath the colors, beneath our similarities and differences, and our failures and achievements. We are the children of the universe. We exist to push all the boundaries. We are a never-ending flame. Uncontainable, just like the sun. Listen to our eternal heartbeat as we march to greatness. وأخيرا أترككم مع هذه الباقة من الأهداف الجميلة التي شهدتها ملاعب الكرة العالمية خلال الأيام الماضية، آملين أن تنال رضاكم. Fly girls, put your hands up in the air. Bounce, spin your booty round. We have just begun. رحلتنا وصلت إلى نهاية المشوار، لكم مني ومن أسرة البرنامج المخرج شريف عدلي، المنفذ شكر خلخال، وهاشم العفاري في المونتاج الإلكتروني أجمل تحية. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. في أمان الله.